منظومات دفاعية خطيرة. تركيا وماليزيا تعاون دفاعي غير مسبوق. تستعد 32 من شركات الصناعات الدفاعية التركية للمشاركة في معرض ومؤتمر آسيا لخدمات الدفاع والأمن DSA 2022 الذي تنطلق فعالياته بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. ويوفر المعرض الذي يستمر على مدار 4 أيام فرصة للشركات التركية للترويج والتعاون مع ماليزيا والمنطقة وخلق سوق لها. وقدمت تركيا مشاركة كبيرة في المعرض الذي يقام كل عامين مرة منذ عام 1996. وخلال مشاركتها في المعرض ستقوم الشركات التركية بالترويج للأنظمة البحرية والمركبات المسيرة المسلحة ومنظومات دفاعية متطورة ومنصات المركبات العسكرية المدرعة وأنظمة الأسلحة والأنظمة الإلكترونية والذخيرة وأجهزة المحاكاة ومنتجات الدعم اللوجستي التي تنتجها تلك الشركات. وتعد ماليزيا من بين الدول الاستراتيجية في جنوب شرق آسيا، وتربطها مع تركيا علاقة تعاون ثنائية في مختلف المجالات وخاصة الصناعات الدفاعية. وفي وقت سابق أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية توساش افتتاح مكتب لها في إقليم سيلانغور الماليزي ضمن إطار تعاون في صناعة الدفاع والطيران. وأضافت توساش أنه مع هذه الخطوة ارتفع عدد مكاتب الشركة حول العالم إلى 10 مكاتب. وأوضح البيان أن مكتب توساش في سيلانغور سيلعب دورا مهما في تنفيذ المشاريع المشتركة بين تركيا وماليزيا في صناعات الدفاع. وأشار إلى أن المهندسين الذين سيعملون في مكتب توساش سينخرطون في مشاريع عديدة بدءا من تطوير الطائرات المسيرة المسلحة مرورا بطائرات التدريب وليس انتهاءا بتحديث المروحيات الهجومية.